عاوز مرت يا حاج. مرتك مين؟ فرحة. فرحة؟ يا فرحة لسه مرتك؟ أمال إيه؟ مش قلت لك طلقتين؟ رديتها قبل التالتة. طب جاي ليه؟ جاي أخد مرتي وأمشي. أنت جاي تاخد مرتك وتمشي، ومرتك على ذمتي وذمتك في نفس الوقت. ذمتي كده واسعة قوي. تلقاك ما كنتش تعرف، وإلا ما كنتش توقع في الحرام. عشان كده أنا جيت لك عشان الموضوع يخلص من غير شوشرة. ليه يا ولدي؟ مالها الشوشرة؟ ما دام حقك ما تسكتش. بس أنا دخلت ودي مشكلة كبيرة قوي. ولا كبيرة ولا حاجة، كله يتلم. يا سلام، كله يتلم صح. وانت هتتلم متى؟ هو اللي يعوز حقه يبقى مبعتر؟ لا، وحقك عندي وفي بيتي، هتاخده. اتفضل. اتفضل فين؟ جوا عشان اجيب لك مرتك. اتفضل اقعد براحتك، براحة راحتك. على بال ما تلبس هدومها، ما انت عارف عروسة. عارف يا حاج، عارف على مهلها. ايه ايه حاج؟ الحقوني يا ناس. كله اكلام. انت جنسك ايه؟ صنفك ايه وسط الرجالة؟ يا ابوي يا ابوي يا ابوي، ليه كده يا حاج؟ ليه كده؟ كم طلقة؟ اتنين. تلاتة يا حاج. والله ما مرتي، مش مرتي. وتوني عليك يا حاج، مش مرتي. على الطلاق ما مرتي يا جدعان، وتوني عليك. نام يا جدي. ما تنام انت يا مهران، نام. فرحة، وانت زعلانة من جدي؟ لا، ليه؟ اصلكم اتجوزتوا وكل واحد فيكم في اوضة، ليه؟ عشان ما حدش ياخدك من جدك. طب ما ننام واحنا الثلاثة جنب بعض. ما ينفعش. هو عامل ايه يا مهران؟ ما ينامش، وكل ما اصحى القاه صاحي وعيد قلب وعينه مفتحة. ليه؟ مش عارف. اقول له مالك، يعمل نفسه نايم. وما يتكلمش معاك؟ هيتكلم بس مش زي الاول. في الاول ما كانش يبطل كلام عنك. كان يقول لك ايه؟ هيقول فرحة جت ميتة، مشت ميتة، سألت علي ولا لا. لكن دلوقت ساكت. هما الناس لما يبقوا مع بعض ما يتكلموش عن بعض. الزهر كده. خلاص ارجع بيتك، وبتعالي كل يوم في الصبح وامشي في الليل زي زمان، كان أحلى. مالك يا أم؟ الدكتور هيقول مفيش فيكي حاجة. أمال مالك؟ مفيش يا ولدي، تلاقيني هتجلح. حد زعلك؟ حد قالك كلمة ضايقتك؟ قعد شوف أبوك. من ساعة ما اتجوز ما روحتش. روحي سأل عليه وسلمني عليه وقول له نفسي أشوف. حاضر. دلوك يا كابتن. حاضر يا أم، حاضر.
بينك وبيني أشواك كل الأحبة وحنين المحرومين. يا عيني شايلاك فين عيني يا عيني، واللي بينك وبيني أشواك. الملوخية ما حداش. أنت هنا؟ من شايلاك فين عيني يا عيني؟ أعمل لك غيرها لو ما هتحبهاش. مين قال إن ما أحبهاش؟ أنت. أنا أحبها، أحبها قوي. هتحبها ولا ما هتحبهاش؟ كفاية إنها خضرة زي عينيكي، وسمعت غناكي، وشمت نفسك. قوم يا حاج، ما يصحش. أنت هتخرطيها؟ أيوه. طب بالراحة عليها شوية لحسن مش كدك. عاوزة حاجة ما تنساهاش؟ عاوزة سلامتك. شايلاك فين عيني يا عيني. الليلة دي اللي معاي معاي، واللي مش معاي يقول معاك. يعني ايه؟ يعني انا الكبير، الجبل والمحجر هدورهم وعلى مزاجي. عايزين تبقوا معايا اخواتي حبايبي شركاتي، ما عايزينش يبقى اللي هيسري على ابوكم هيسري عليكم. يعني ايه كبير؟ انت هتشغلنا عندك ولا ايه؟ احنا زينا زيك. زيكم زي كيف؟ بتكذب يعني؟ على بال ما تكون من النوم تكون القيامه قامت. اصحى زي ما اصحى، مالي وانا حر فيه، اعمل اللي انا عاوزه. لكن زمان ايام ابوك، لكن دلوقت تشتغل تقبض، ما تشتغلش شيء تحل عن سماي وتشوف لك حد تاني تتجمع عليه. هتتكلم كانك ورثت كده. حسبها زي ما تحسبها. اسمع يا خيري، زمان لما كنت ساكت كنت موجر ابوك، لكنك مش هتمشي كلامك علي. انا اللي عندي قلته عم جودي. طب شوف هتمشي كلامك على مين؟ عليك يا ولد منده. على نفسك يا ولد كاملة. ده ابويا يرحم. روح له. انا مش صغير، ولا هروح لابوك ولا لامك، وهشوف هتعمل ايه خيري. والله انا اللي عندي قلته، اللي عاوز يشتغل في طريقتي من بكره اهلا وسهلا. لك انا ابوك هيديله قرش، هيديله خمسه. كيف؟ هتتكلم زي ما يكون ابوك هيسيبك. والله اللي معاه يعمله، واللي معاكم يعملوه. اسمع يا ولد ابوي، عشان ما تغورش في الحديد، المحجر واسع وانت ليك فيه التلت، ترمح فيه. رجليك ما تخطيش التلتين. تلتين؟ تلتين بطبيعي. هاني وحماد. ماشي ماشي. انا من بكره الصبح في المحجر. وروني كده انت واخوك هتقسموا التلتين كيف؟ واللي يعرف يخطي منكم المحجر يخطي. اصل الكلام مش بفلوس يا عم خيري. انا مش هتكلم وخلاص يا حماد. ايه ده؟ لو راجل صح وريني هتعمل ايه باللعبه اللي في ايدك دي؟ لعبه يا صايع يا بتاعت حريم.